الخبر التالي مشاهدينا بعنوان: الأهرام يحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة. في يوم من الأيام التاريخية في حياة الصحافة المصرية، أقامت مؤسسة الأهرام أمس احتفالا كبيرا باليوم العالمي لحرية الصحافة تحت رعاية الأستاذ أحمد النجار رئيس مجلس الإدارة والأستاذ محمد عبد الهادي علام رئيس التحرير، وعدد كبير من رموز الصحافة والفن والسياسة، تقدمهم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، حيث توجه الأستاذ أحمد النجار بالتهنئة للصحافة المصرية وعمود خيمتها المتمثل في مؤسسة الأهرام العظيمة بهذه المناسبة التي تركز وتخلص جوهر مهنة الصحافة الساعية للحقيقة والمصلحة العامة، والتي أيضا تزدهر في مناخ الحرية واحترام حقوق الإنسان. ثم وجه رئيس الوزراء إبراهيم محلب كلمة للصحفيين قائلا: نحتاج منكم المزيد لأننا في مرحلة تحول، ولا تخافوا من الإرهاب، والشعب المصري لا يخاف، ونحتاج في المرحلة المقبلة أن نبني مصر من خلال ثقافة حقيقية، ومصر تحترم أقلامها ولن تقصف قلما. كلنا نعلم وندرك قيمة الصحافة وأيضا الإعلام، لأن زي ما حضرتكم عارفين أن الإعلام والصحافة وجهان لعملة واحدة، لذا لابد من الحكومة أن يتم توفير كافة الإمكانيات للصحفي أو الإعلامي لكي يقوم بعمله على أكمل وجه، مع توفير أيضا الضمانات التي تضمن له سلامته وأمنه. الخبر التالي مشاهدينا بعنوان: فرط الوزن يرفع من خطر تصلب الشرايين والأزمات. طيب معنا اتصال من الأستاذة زينب حسن الإمام مدير التحرير بصحيفة الأهرام. أستاذ زينب، السلام عليكم يا فندم. أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك طيبة، وكل سنة وكل زميلنا في مؤسسة الأهرام العريقة بألف خير يا رب العالمين. وأنت طيب. كيف ترى أهمية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة يا فندم؟ والله شوف، هو اجراء او يوم من يعني انا بحسه احتفال معنوي. نعم. يرفع من ان لم يكن من شأن هذا المجال صاحبة الجلالة او السلطة الرابعة زي ما كنا بنقول فيها. نعم. يرفع طبعا معنوية الصحفي، وبيشعروا بانه له دور اكبر مقاتل، لانه الصحفي مقاتل في كافة المجالات. نعم. وعلى جميع الجبهات. بالفعل. وكنا بنقول احيانا انه الباحث عن المتاعب هو في حقيقة الامر الباحث عن حقيقة الامور. دحية. والبحث عن حقيقة الامور والتدقيق فيها هي تحد ذاتها نوع من المتاعب، يعني لانه عشان يوصل للحقيقة بيبقى حامل قلم وهو اشبه بالسيف، وأمامه ضميره أولا وأخيرا، وبيتحمل مسؤولية ما يكتب. نعم. فالمسألة مش حرية رأيي كصحفي. نعم. ولكن هي حريتي في أن أنشر ما عرفت أو أقول حقيقة الأمور. نعم. وبذلك هو الحقيقة أنا يعني بقول هو مقاتل، لأنه نعم. بيبقى متى كتبت الكلمة لا رجعة فيها زي ما أنت عارف. نعم. فبيبقى متحمل المسؤولية وله دور على جميع الجبهات زي ما قلت. نعم. والصحافة لو ناخد بالنا شوية هي مهنة كل المجالات. نعم. يعني تلاقي اللي دارس حقوق، اقتصاد، سياسة، فن، رياضة، فما فيش حاجة الصحافة هي كل حاجة، هي مرآة. نعم. للمجتمع ككل. يمكن ده اللي خلينا أسأل حضرتك يا أستاذة زينب، في ظل هذا التوقيت، ما هو الدور الأمثل للصحافة المصرية وأيضا الإعلام المصري في الفترة القادمة وإحنا داخلين على انتخابات رئاسة، حتى نستطيع نقدم للمشاهد كل ما هو حقيقة وموضوعية؟ شوف حضرتك، إحنا بنستعمل ساعات تعبيرات نقولها كده بشكل عابر، يعني زي ما نقول إيه، وحدة الصف، زي ما نقول التوازن. التعبيرين دول الحقيقة لابد أن يكونوا على أرض الواقع حقيقة في كل ما نكتب وفي كل متابعتنا وفي الطرق اللي بنتابعها. لابد من التوازن. نعم. ولابد أن احنا نتوخى الـ يعني أو نستعمل العقل في كل شيء. نعم. ونبعد كلية عن يعني باختصار الحياد، نكون محايدين. نعم. مهمتنا الأساسية أو إحساسنا الأساسي هو الإحساس بالوطن. نعم. أن نكون وطنيين أولا وأخيرا. نعم. حياديين، نتعامل بتهادن في الانتخابات إذا تكلمنا عن هذا أو ذاك، نكون متوازنين وواضحين. نعم. يعني يكون في وضوح،
ونبعد تماما عن البلبلة أو فرض الرأي الصحفي. نعم. يعني الصحفي لابد أن يكون محايدا حتى جميل. ولو كان له رأي شخصي. نعم. في مسألة الانتخابات. طيب. أستاذ زينب، يمكن في الفترة اللي فاتت الصحافة المصرية فقدت يعني خيرة شبابها الأبطال اللي كانوا دائما يبحثون عن المتاعب حرصا على نقل الموضوعية للمشاهد. الدور نعم. الذي يجب أن تقوم به الدولة يعني لتسهيل الجو المناسب والملائم للصحفي أو الإعلامي حتى يقوم بعمله على أكمل وجه. شوف هقول لحضرتك حاجة، الصحافة تكون المجال الوحيد تقريبا اللي عنده مجلس اعلى وعنده نقابه. دي حقيقه. الجهتين دول هم اللي معنيين بوضع الصحفي بدايه. هم اللي مسؤولين عن تثقيفه، عن حمايته، عن توعيته، عن توجيهه. فاذا والصحفي برضه في نفس الوقت مسؤول عن نفسه، لكن الجهتين دول هم اللي النهارده يجب ان يكون البدايه منهم والتفكير منهم، لانه احنا في وضع نكاد نكون يعني نقول عليه مش امن، ولكن متغير بطريقه صعبه جدا. نعم. والصحفي له دور اساسي في هذا الوضع بالفعل. فان انا اسيبه الاول يتعرض ويحن ويصل الامر الى الموت وبعدين افكر اعمله، دي غلطه بتيجي انا في رايي، معلش مع الاعتذار لكافه المعنيين بالامر. نعم. الغلطة بدأت من الجهتين دول. علشان أبعد صحفي وشاب حتى ولو كان هو مدفوع زي ما قلت بروح المقاتل، فكان لابد أن أوعيه وأرعيه وأنبهه وأوفر له كافة سبل حمايته عندما يتعرض كمصور، عندما يتعرض كصحفي بينقل، كمراسل، ككل هذه الأمور. الحتة دي عندنا الحقيقة كنا يعني تخلفنا فيها سنة في النظر إليها والتوعية بها. نعم. حقيقة يا فندم يعني نتمنى يا رب أن يكون هناك صحافة حرة نزيهة وموضوعية تحرص على نقل كل ما هو حقيقة للمشاهد أو للقارئ. بشكرك جدا الأستاذة زينب حسن الإمام مدير التحرير بصحيفة الأهرام. حقيقة الدور اللي بيقوم به الصحفي أو الإعلامي لا يقل تماما عن الدور اللي يقوم به الجندي سواء ضابط الجيش أو ضابط الشرطة. الضابط السلاح بتاعه هو السلاح البندقية أو الرشاش وخلافه. الصحفي سلاحه هو القلم، أما الإعلامي هو سلاحه الكاميرا أو لسانه حتى يتحدث للسادة المشاهدين. لذلك نتمنى في الفترة القادمة أن يكون هناك جو ملائم يستطيع من خلال الصحفي والإعلامي أن يلبي احتياجات الأخوة المتابعين وأن يقدم لهم كل ما هو يعني موضوعية وحيادية ويعمل في جو ملائم ومناسب توفيرا للأمن والأمان حرصا على سلامتهم.